للأسف لا يمكن لأحد أن يعطي ضمانات 100% لتطبيق قرارات وقف الأعمال القتالية في سوريا. بطبيعة الحال يجب ألا يكون هناك أي حديث من داخل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن وجود خطة بديلة أو خطة لإطلاق عملية برية في سوريا أو خطة لإنشاء مناطق عازلة أو مناطق حظر جوي، وكل هذه الأفكار غير مقبولة.